اللي عايز الاكسس اللي اخش. يعني ايه عايز اكسس؟ بيقول لي اسك ادمن تو جيف يو اكسس. نقفل بقى الكلام ده. بص يا جماعه، النهارده هنتكلم على نوع يعتبر بلاطه، ما فيش جديد يعني، بس الاختلاف الوحيد ان احنا بدل ما هنحل البلاطه كنا دايما بنحل ايه؟ كنت دايما بيبقى عندك البلاطه متشاله على قمر، او بعدين من القمر متشاله على اعمده، او النوع الثاني ان انت يبقى عندك زي الفلات سلاب كده اعمده، والقمر برضه بتتشال على اعمده مباشره وخلاص. طيب ده كده البلاطات. في بقى حاجه غير البلاطات، او في نوع ثاني ممكن نعتبره بلاطات برضه، بس هو فعليا مش بلاطه يعني، او يعني مش هنسميه بلاطه، هنسميه رف. الاواعد بصفه عامه. الاواعد، بس حد فاكر القلم ده كان بيجي منين هنا؟ كومنت. دكتور حضرتك بتسجل؟ طيب بص يا جماعه، اللي هنتكلم عليه النهارده هنتكلم على حاجه، يعني الفرق ما بينها وما بين السقف هي ما فيش، هي مجرد بلاطه، بس الاختلاف ان البلاطه دي بعكس السقف، السقف كان بيتشال على اعمده، انما البلاطه بتاعت الرفت او الاساسات بتاعتك هتتشال على السويل اللي تحتيها. تمام؟ طيب فعايزين نعرف نديزن البلاطه دي ازاي؟ ازاي نقدر يعني ازاي نقدر نعمل موديلنج لرفت، وازاي نقدر نعرف التربه اللي تحتيها؟ طب ايه الفرق ما بين التربه وايه السبورت عادي؟ السبورتات العاديه هي بتمنع الديفورميشن، يعني تقول النقطه دي ممنوعه من الحركه في اكس، ممنوعه من الحركه في واي، ممنوعه من الدوران، فانت بتمنع الدوران تماما. انما السويل لا، السويل بيحصل فيها شويه سيتلمنت، لما بتحمل عليها باحمال بيحصل فيها سيتلمنت. يبقى انت اصبح الموضوع بتاعك مرتبط ايه؟ ان اي تربه عندنا هيحصل لها ايه؟ انضغاط، فما ينفعش اعبر عنها بفيكسيشن او بهنج، لازم اعبر عنها بحاجه قابله للانضغاط. ففي واحد ابن حلال كده اسمه وينكلر عمل ايه؟ قال لك في ثيوري كده جميله، قال لك احنا ممكن نعبر عن السويل بسبرينج. وادى السبرينج دي كونستانت كده، او سبرينج كونستانت، وسماه المودلس اوف سب جريد ريأكشن. دكتور محمود طبعا شرح معاكم المودلس اوف سب جريد ريأكشن بالتفصيل اكتر من كده. طيب فانا بالنسبه لي اصبح السبورت اللي انا هستعمله تحت الرفت، او اللي هيشيل القاعده بتاعتي، هو عباره عن الاستيفنس بتاعت السويل، او ما يسمى بالمودلس اوف سب جريد ريأكشن. فده بدل السبورتات العاديه. والاعمده اللي عندي اصبح دورها الوحيد في الحياه انها تنقل الحمل على انه ايه؟ تنقل الحمل في مكانها، يعني كل عمود من دول شايل حمل معين هينقله على البلاطه بتاعت الرفت، وبلاطه الرفت اوتوماتيك هتبدا توزعه على السويل على شكل ايه؟ بريشر على السويل. طيب عايزين نبدا بقى نعمل موديل لحاجه زي كده، ونشوف الموديل بتاع البلاطات دي بيتعمل ازاي، ونجرب كده نحل المساله بتاعت الرفت دي. خلي بالك اللي انت هتعرف تحل بيه الرفت تعرف تحل بيه اي حاجه تانية، يعني اي بلاطه غير الرفت تعرف تحلها. لو انا كنت عايز احل مثلا قاعده ايزوليت ينفع تتحل بنفس الطريقه، لو انا عايز احل قاعده كومبايند ستريب فوتنج، اي نوع من انواع القواعد كلهم نفس الفكره. عندك في الاول وفي الاخر بلاطه هتبقى هي سمك الرفت بتاعتك او سمك القاعده، واماكن الاعمده هيتحط فيها الاحمال اللي جايه من العمود، وهتحط السويل على انها سبرينج بالمودلس اوف سب جريد ايه؟ فراكشن. طب تعالى نشوف نحل المساله اللي قدامنا دي ازاي، وازاي نتعامل معاها كاحمال وكايه؟ كاوزان. اول خطوه زي ما احنا متعودين كده، هنروح نفتح الساب، هتبقى فايل نيو موديل، وممكن نختار بلانكس صفحه فاضيه، تاكد من وحداتك طن متر تمام، ونخش على قائمه ديفاين ونبدا نعرف زي ما احنا متعودين. طيب هخش على قائمه ديفاين وابدا اعرف الحاجات اللي معايا. طب ايه الحاجات اللي معايا؟ لو بصينا كده هتلاقي الراجل مديك المعلومات الاتيه، مديك يانجس مودلس بتاعت الخرسانه، مديك ابعاد الاعمده، ومديك سمك الرفت بتاعتك. طب انا محتاج اعرف ايه من الحاجات دي؟ واحد، ابعاد الاعمده انا مش محتاج اعرفها لان انا مش هرسم العمود، انا يهمني الحمل اللي نقله العمود.
يبقى انت اول حاجه واول غلطه شائعه عند اغلبكم لما تيجي يحل مساله الرخت انه بيروح يعرف الاعمده وبعدين يسال هعمل بيها ايه. انت مش عايز ابعاد العمود في حاجه، ابعاد العمود مش هتدخلها على الساق. هنستفيد منها في وضع الحمل في مرحله ما قدام شويه، لكن هي دورها مش اكتر من انها بتقول لك ايه العمود الفلاني اللي ابعاده كذا وحمله كذا ده شكله، مش اكتر ولا اقل، لكن مش هتعرفها على الساب ولا ايه هنستخدمها ونعمل موديل بقى ونرسم العمود 3 دي والكلام ده. لا، انت في مساله الرسم انت بتحل 2 دي البلاطه بس. تمام. طيب نخش، يبقى احنا عايزين نعرف الماتيريال بتاعتي دي بتاعتها، وبعدين نروح نعرف ايه سمك الرفت بتاعتي او الرفت بتاعتي كبلاطه. طيب هنخش على ديفاين ماتيريال موديفاي، البطاطا بتاعتي عباره عن بطاطا خرسانه كوما كونكريت ب2.5، اليانجست موديل اسفل كان مديهولنا بكام؟ ب 2.2 في 10 اس 6، يعني ممكن نكتبه 2.2 في 6، والباسون ريشيو ب 0.2 كده. انا دخلت ايه؟ خصائص الخرسانه او خصائص الماتيريال بتاعتي. نقول له اوكي. اوكي. كده عرفنا ايه؟ الخرسانه بتاعتنا. طيب الخطوه اللي بعد كده عايزين نروح نعرف القطاع بتاعي او الاريا البلاطه بتاعتي. هنعرف قطاع اريا سيكشن، ده اللي هو سمك الرفت بتاعتي او اريا الرفت. طيب هنفتح الصفحه دي وهنقول له اد نيو، وهنقول الرفت بتاعتنا سمكها كام. قال لك الرفت بتاعتك سمكها متر و10، فهنيجي نقول له بس عندنا رفت سمكها متر وايه و10. طيب هندخل الثيكنس هنا 1.1 والبليد بيندنج 1.1 اللي هو المتر بايه؟ ب 10 بتاعي. طيب ممكن نخلي دي 10. طبعا لما نيجي نبص بقى على سمك الرفت هتلاقي مثلا الاسبان ده 4 متر وسمك الرفت متر، يعني تقريبا 1 على 4، يعني سمك البلاطه دي يعتبر ربع سمك ربع الاسبان بتاعها. فالبلاطه دي سمكها تخين مقارنه بالاسبان. ففي الحاله دي بيبقى فيها تاثير الشير ديفورميشن. طب عشان نخلي الساب ياخد الشير ديفورميشن في الاعتبار، ياخد الديفورميشنز اللي بتحصل نتيجه الشير في السيكنس ده، قال لك هنعمل ايه؟ هنعرف البلاطه دي بدل ما هي شيل هنعرفها شيل سيك. يبقى اول اختلاف ما بين ان انا اعرف بالرفت او اي بلاطه عاديه ان الرفت بيبقى سمكها دايما كبير او العائد دايما سمكها كبير بالنسبه لاسبانها، فعشان كده دايما هنختار التايب بتاعها شيل ايه؟ سيك. طيب عرفناها شيل سيك ودخلنا ابعادها وتاكدنا من الماتيريال ان الماتيريال اللي احنا عايزينها اللي هي الخرسانه، هنروح نقول له اوكي. يبقى احنا كده عرفنا ايه اول ستيب عندنا، او عرفنا الخرسانه بتاعتنا كده. احنا عرفنا ايه بلاطه. عايزين نرسم الرفت. الرفت زيها زي اي بلاطه هتشتغل في مستوى اكس واي، وهيبقى العمود عليها ايه؟ اتجاه الزد. طب فعايزين نرسم البلاطه دي اكس واي. اول خطوه هبدا اعملها انا عايز اقسمها بحيث ان انا اعرف اجيب سنتر لاين الاعمده دي عشان اعرف احط ايه الحمل بتاعي. فتعالى نقسم الجريد بحيث انها تبقى ماشيه مع اماكن سنتر لاين ايه الاعمده. طبعا هنا الدنيا بسيطه عشان ايه الاعمده كلها منتظمه وكل حاجه تمام. فهنيجي نقول والله هيمشي ايه عندنا، عايزين خط هنا وخط تاني هنا وخط تالت هنا وخط رابع ايه هنا. يبقى الاربع خطوط دول هيمثلوا الجريدات اللي في اتجاه محور اكس، ونفس الكلام في اتجاه محور واي. زي ما اتفقنا دايما بنبدا بالركن هنا، دايما الاوريجن بتاعتي هي الركن الشمال تحت، هو ده اللي بقيس منه ايه جريدات في اكس وفي واي. طب تعالى ندخل اول واحده 1.5 و4 و2. يبقى نيجي دلوقتي هنقول له اد جريد داتا موديفاي اد 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 سبيسنج، وعايزين 1.5 و4 و2، في الاخر خالص هنقفل بصفر. طيب في اتجاه الواي عايزين كام واحده بقى؟ عايزين 2 و5 و1، وبعدين 2 وبعدين مسافه 5 وبعدين مسافه 1 ونقفل ايه؟ بزيرو. في زد انا مش عايز حاجه لان انا واقف عند المستوى اللي ايه؟ اللي عندي. هقول له اوكي اوكي. كده احنا عرفنا ايه؟ الجريدنج سيستم بتاعنا او الجريد. بعد كده ببساطه شديده اروح اعمل ايه؟ درو. طيب خلي بالك بقى من ملحوظه صغيره كده، هروح انا اجي ارسم بقائمه درو
عندي هنا الاوبشن ثلاث اوبشنات اللي بيرسموا، اول حاجه بتاع البلاطه العامه، والتاني اللي بيرسم بلاطه مستطيله، والتالت اللي هو هيرسم ايه بكود اري على الجريد. هتلاحظ حاجه غريبه هنا، هنا مثلا في الفيرجن 22 هو قافل الايه الكويك درو ده. لو انا جيت ارسم الجنرال هي بتترسم عادي خالص، بس ايه لازم احدد النقط بتاعتي دي الجنرال. لو جيت ارسم المستطيله مش راضي يرسم. ليه مش راضي يرسم بقى؟ لازم عشان تعرف ترسم بالشكل المستطيل ده اللي هو الريكتانجلر اريا او الكويك درو اريا، لازم وانت بتحاول ترسم باي واحده من الاثنين دول لازم تتاكد ان هنا مكتوب المستوى. يعني لو مكتوب لك 3 دي فيو هو مش هيعرف يرسم، دول لازم يترسموا في مستوى، يعني يترسموا في اكس واي اكس زد واي زد، لكن ما يترسموش في 3 دي ابدا. النقطه دي ولا دي الجنرال ينفع ترسمها من 3 دي عارف، لو عارف 3 دي وتوصلها ما بين اي نقطتين ما فيش مشكله اللي هو دروبول اريا دي، لكن اي واحده من الاثنين دول شرطها الاساسي عشان تشتغل انك تبقى في المستوى بتاعك. يعني لما اضغط هنا اكس واي اهو، هو باين ان هو اكس واي بس ايه مكتوب هنا 3 دي. اول ما اضغط اكس واي ده يتحول لاكس واي بلين، هتلاقي ده اشتغل وده كمان ايه بيرسم عادي خالص او ما عندوش مشكله. عشان ايه لو حد جه يشتغل على السابو لو مش راضي يرسم يبقى فاهم ان المشكله جايه ايه، ان هو شغال 3 دي مش شغال في المستوى اللي هو عايزه. طيب هنيجي بقى نبدا نعمل كويك درو اريا، عشان احنا عندنا جريد جاهزه، نختار القطاع بتاعنا من هنا ونفتح براكت كبير كده راح ايه نرسم لك الاريات. لو عايزين نخلي الاريا دي تبقى فيلد عشان نشوفها هنخش هنا على display option ونخش على general، وزي ما اتفقنا قبل كده هنقول له ايه fill object وتقول له ايه apply. تمام، راح رسم لك الايه الاريا بتاعتك. معلش يا جماعه فكروني بس نهاية المحاضره بقول لكم حاجه عن non prismatic section عشان مهمه في الكويز، مش لو نسيت اقولها بس ولا حاجه. طيب نكمل كده، احنا عرفنا الاريا بتاعتنا، عايزين بعد كده ايه نبدا نحط الاحمال. طيب قبل ما نحط الاحمال عايزين نبدا نعرف السويل. طب هعرف السبورت بتاعتي او السويل ازاي؟ الراجل قال لك ان في حاجه اسمها المودل اوف سب جريشن، والمودل اوف سب جريد اكشن ده دي قيمته دي السبرينج كونستنت بتاعت السويل. طب ادخلها ازاي على السب؟ في اوبشنين لتدخيلها. الاوبشن الاولاني دي اوبشن اوعي ان انا اعمل مش للبلاطه، وبعد ما اعمل مش للبلاطه اشوف كل نقطه بتاخد مساحه قد ايه. واجي اقول ايه النقطه الفلانيه دي بتاخد ربع مساحه شمال ربع مساحه يمين. الربع مساحه شمال والربع مساحه يمين دي اهشرها وتبقى هي دي الايه المساحه اللي بتخدمها السبرينج، او مضربها في المودل الاستاتستي او المودل سب جريد اكشن دوت يديني قيمه السبرينج كام. ده حل لو انا ما عنديش اوبشن ادخل سبرينج دايركت على ايه اريا. دكتور لو سمحت المحاضره دي متسجله؟ المحاضره متسجله. تمام معلش يا دكتور بس عشان النت قطع ممكن الحته اللي تاني. لو انا دلوقتي برسم ادي الجريد سيستم اهو تمام؟ سوري مش انا اسف، انا دلوقتي عايز احط السويل، عايز اعرف التربه تمام؟ عشان اعرف التربه عندي اوبشنين. الاوبشن الاولاني ان انا اروح اقول له خد ان في سبرينج متوزعه على الاريا بتاعت السويل اللي هي الاريا دي كلها قيمتها كذا، وده الاوبشن السهل اللي موجود دلوقتي في السائل. طب افترضت انا ما عنديش الاوبشن ده هيبقى اضطر اروح للطريقه الثانيه. طب ايه الطريقه الثانيه؟ ان انا احط بوينت سبرينج. انت عرفت ازاي تحط سبرينج في نقطه، عملناها في الاول خالص في اول ترم كده كان بيبقى معانا الستيفنس بتاع السبرينج دي، واروح على النقطه اعلم عليها واقول له ايه خد سبرينج كونستنت بكذا او خد الستيفنس بتاع السبرينج بكذا. طب لو انا حبيت اعمل الطريقه دي واحول المودرس سب جريد اكشن ده اللي هو الرقم اللي متوزع على الاريا احطه النقط، فببساطه كده هعمل مش للبلاطه، اقسم البلاطه التقسيمه اللي انا عايزها ان هي نص في نص ولا ربع في ربع زي ما انا عايز، وبعدين اقول كل سبرينج بيخدم مساحه حواليه اللي هي مربع اللي حواليه ده، نص شيل شمال نص شيل يمين نص شيل فوق نص شيل لتحت اللي هو المربع اللي انا ايه قشرته ده،
واجي اقول ان السبرينج اللي تتحط في النقطه دي تساوي المودرس اوف سب جريد اكشن في المساحه دي، فيديني كي اقدر احطها للنقطه دي. الطريقه المتبعه زمان قبل ما يبقى في السب اوبشن انك تحط ايه تحت الاريا كلها، او لو البرنامج اللي انت بتستعمله ما فيهوش اوبشن تقول له ايه ان في سبرينج كونستانت او في سبرينج بتاثر على اريا مش على نقط بس. لو ما كانش عندنا الاوبشن بتاع الاريا كنا هنحطها عند كل نقطه ونقول كل نقطه نشوف بتخدم قد ايه مساحه حواليها ونضربها في المودرن سب جريد اكشن يدينا الرياكشن ايه بتاعها. تمام كده؟ طب انا ما عنديش المشكله دي، انا عندي اوريدي اوبشن في الساب اقدر ادخل منه على طول ايه الاريا بتاعتي. فهم رايت معلم هنا على البلاطه واخش بعد كده على قائمه اساين وهلاقي تحت قائمه اريا زود اوبشن هنا اسمه اريا ايه سبرينج. الاوبشن ده هيتيح لي اوتوماتيك ان انا اعرف ايه السويل او اعرف الكونستنت بتاع السبرينج بتاع السويل ده على الاريا على طول، وهو لوحده بقى يبقى يقسمه مع النقط ويتعامل معاه زي ما هو عايز. تمام؟ طيب هنخش من هنا على قائمة assign ونخش على ال area وهنخش من جوه area على area spring، نختار area spring هيفتح لنا القائمة اللي بتعرف ال area spring. هنلاقي أول حاجة عندنا السبرينج ستيفنس بير يونت اريا، اللي هي ايه بقى السبرينج ستيفنس بير يونت اريا دي؟ اللي هي المقاومه بتاعت السويل بس الايه الاريا المربعه اللي هي تعتبر ايه المودرس اوف سب جريد رياكشن القيمه اللي عندنا هنا دي. فدخل الستيفنس بتاعتنا او الستيفنس السويل اللي هي 3000. تمام كده؟ طيب بعد كده بيسالك طب هي التربه دي او السبرينج بتاع السويل هتقاوم معايا التنشن والكمبريشن ولا هتقاوم تنشن بس ولا هتقاوم كومبريشن بس؟ لازم اختار من هنا في تنشن اند كومبريشن، يعني السبرينج دي هتشتغل في الشد وفي الضغط. كومبريشن بس يبقى هي شغاله ضغط بس، تنشن بس يبقى هي شغاله شد ايه بس. طب هل السويل بتمسك في القاعده؟ يعني انا دلوقتي لو القاعده حاولت ترفع من السويل، السويل هتمسك فيها ولا مش هتمسك فيها وهيبقى في حريه حركه؟ قال لك لا هيبقى في حريه حركه. فقال لك خلاص يبقى انا دلوقتي لو السويل دي لو القاعده حاولت تلف او تترفع عن السويل، يعني لو احنا كده بصينا كده على القاعده في البلان اهي، جاء حصل عندنا مومنت مثلا والقاعده دي حاولت تترفع كده، هل السويل اللي هنا هتمسك؟ هتحاول تشد القاعده لتحت؟ لا، السويل هتسيبها خالص السويل في مكانها والقاعده هتترفع، يعني السويل مش هتشيل ايه؟ تنشن فورس. فبناء عليه هاجي اقول له هنا لا السبرينج بتاعتي لازم ما تشيلش غير ايه؟ كومبريشن، هي هتشيل الضغط بس، لكن لو القاعده حابه تترفع ويحصل لها اوفر تيرنينج مش هتمسكها. طب كده يبقى انا عرفت اول حاجتين، عرفت القيمه بتاعت السبرينج بتاعت السويل او ستيفنس السويل، وتاني حاجه عرفت ايه؟ ان هي كومبريشن بس ولا تنشن بس ولا ايه وضعها، فاقول لها انها مش هتشيل غير ايه؟ ضغط. طب الخطوه اللي بعد كده هنروح نحط، لا هي فين بقى؟ نحطها فين؟ انت دلوقتي عرفت سبرنجايه ما بتشيلش غير ضغط، طب احطها فين بالنسبه للاريا؟ لو جينا عملنا 3 دي فيو كده ماشي القائمه دي الاريا دي لها كذا وش. يعني ايه كذا وش؟ يعني لها التوب السيرفس اللي انت شايفه لونه احمر ده، ولها من تحت لو قلبناها كده البوتوم بتاعها اللي هو لون بنفسجي، ولها كمان اربع اتجاهات تانيين، يعني لها اتجاه اكس، لها اتجاه هنا ادي وش 2 3 4. فاي اريا لها ست وجوه توب وبوتوم والاربعه ايه سايدز بتوعها. فهو هنا ايه بيسالك ببساطه كده، انت عايز تحط السبرنج اللي انت عرفتها دي في انهي وش؟ على التوب ولا على البوتوم ولا على الايدج؟ لو اخترت ايدج هيفتح لك رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، عشان تعرفهم اضغط اف 1. اف 1 دي الهيلب، هتلاقيها بتعرف فيها تفاصيل الايه الاتجاهات بتاعت الاريا. طب انا بقى مش عايزها على الايدجز، انا عايزها ايه؟ لا انا عايز السبرينج بتاعتي تكون موجوده على البوتوم بتاع القاعده، السبرينج تحت القاعده مش فوقيها، فهنقول له خليها ايه بوتوم. يبقى انت اوتوماتيك كده لما تخش تعرف السبرينج هتخش تعرف قيمه الستيفنس بتاعتها اللي هي المودرس اوف سب جريد رياكشن، هتعرف انها كومبريشن اونلي
وبعدين هتخش تقول له ايه ان السبرينج دي مكانها فين، او موجود على انهي وش، موجود على البوتوم بتاع الايه العقل. بعد كده بيقول لك بقى الاتجاه بتاعها، فانت سيبها الديفولت اللي هي انورد، يعني ايه السبرينج شغال جوه، فانورد مع بوتوم يدوك ايه السبرينج من تحت. وبعدين بقى في اد وريبليس لو انت عايز تغير السبرينج او تضيفها زي ما احنا متعودين قبل كده، او لو عايز تمسحها تقول له ايه ديليت اكزيستنج سبرينج، يعني انت دخلتها غلط وعايز تبدلها قول له ريبليس، مش عايزها خالص قول له ديليت، عايز تضيف كونتينر للسبرينج قول له ايه اد. طيب نقول له ابلاي، هتلاقيه راح كاتب لك على كل البعضات كده ايه كلمه يس، يعني ان هو ايه حط عليها القيمه. لو ضغطت كليك يمين على اي واحده منهم. نعم، حته البوتوم دي عشان حته البوتوم ده، بص لو دي القاعده اهي تمام، السويل موجوده هنا صح؟ تمام صح. الاريا بتاعتنا بتتعرف كانها مستوى، يعني مش فوليوم 3 دي، هي مستوى. السيكنس ده ما بيترسمش. طب الخط ده اللي هو بيمثل سنتر لاين الاريا، ماله بقى الخط ده سنتر لاين البواطه ده ماله؟ له وش من فوق ووش من تحت، ولو انا رسمته في البلان كده هيبقى له وش هنا كمان، وش كده وش كده وش كده، اللي هم الاربعه سايدز دول، والتوب بتاعه اللي هو الوش العلوي لو انا باصص من فوق يعني، والبوتوم لو انا باصص من تحت. تمام. طب انا عايز احط السويل فين؟ الوش اللي تحت. السويل انا قلت له انها بتشيل كومبريشن، ومكانها فين؟ انا عارف ان مكانها تحت، تحت القاعده، يبقى هي موجوده على الوش مين؟ الوش السفلي للقاعده. عشان كده لما جيت اعرف للسبرينج اهو قلت له ايه قيمتها كذا وبتشيل كومبريشن، وموجوده فين الاوبجكت لوكيشن ده، او هي موجوده على اي وش من الوشوش بتاعه الاريا، هي موجوده على الوش بتاع الايه البوتوم. طيب عرفنا كده الايه السبرينج اللي عندنا كده، يبقى انا ايه خلصت تعريف السبورتات. يبقى لي نقطه صغيره بقى، لو انا حبيت دلوقتي اعمل رن للمنشأة ده وجيت اشوف معادلات الاتزان اللي هي سيجما اكس تساوي صفر وسيجما واي تساوي صفر وسيجما المومنت، هلاقي ان لما اجي احمل سيجما الاحمال في الاتجاه الراسي، الاحمال اللي موجوده فوق هتشيلها للسويد اللي تحت. طب بالنسبه بقى لو انا عندي قوه جت في اتجاه محور اكس او قوه جت في اتجاه محور واي، هل في حاجه تمنع الرفت دي انها تجري في اكس او تجري في واي؟ لا، الاتزان مش متحقق. طيب هو في الطبيعه الاتزان ده متحقق بايه؟ بالفريكشن اللي ما بين القاعده والسويد. الدكتور فصل الشباب ولا ايه؟ في تو نقطه بالنسبه للكويز النمبر جيماتيك سيكشن، انت لما بتعمل اند لينس اوفست او بصفه عامه لما بتعمل اند لينس اوفست، لما بتعمل اند لينس اوفست مش شغاله، لا النت مش شغاله، انا شغال على الموبايل. بص يا جماعه، لما بتعمل اند لينس اوفست على الموبايل، معلش هو في مشكله ايه اللي هو معلش يا جماعه، طالما بيحاولوا يحلوا مشكله النت. طيب بصوا، لما بتيجي تعمل الناس معايا تمام مع حضرتك تمام. طيب بص، لما تيجي تعمل اند لينس اوفست على الساب، الاوبشن ده بيخليك لما بتعرض بقى وانت بتعرض بره، يعني من غير ما تخش كليك يمين على المنبر وكده، لما بتعرض من بره بيجي في الحته اللي هي المفروض مشتركه ما بين العمود والكاميرا، ما بيظهرلكش عليها مومنت على اساس ان هي اصلا ده الحته دي جوه العمود، فتعتبر المومنت فيها ايه؟ مش كريتيكال، ما بنصمموش، احنا بنصمم الكوب بيقول لك خد على وش العمود، او لو انت بتاخد المومنت في الكاميرا او في العمود بتاخد وش، بتاخد المومنت على وش ايه؟ لو انت بتاخد مومنت على العمود بتاخد على وش الكاميرا. طيب فلما بتعرض مومنت عادي اللي هو بيرسمه لك الساب هيظهر لك كده، هيظهر لك كده. لو انت بقى ضغطت كليك يمين على الممبر، ايه ده ازاي الحاله دي هي. ايه دكتور مفيش حاجه ظاهره دكتور، عايزها مفيش شير سكرين يا دكتور. يا باشمهندسين انا مش بشرح شير سكرين، انا بص يا جماعه، انا مفيش شير سكرين لان النت في الاكاديميه لسبب ما قال لك مش عارف الراوتر او السويتش علق بتاع، فبيعملوا له ستارت.
انا بشر انا بتكلم معاكم عن موبايل تمام، فمش هعرف اشير الكمبيوتر اللي مفيش واي فاي لغايه ما النت ترجع تمام. انا بس بقول الحوضه تبص المحاضره اللي فاتت اللي شرحها او المحاضره اللي شرحها فيها الاوت نمبر سيماتيك شيل مش لوطه. طب خلاص يا جماعه دكتور صوت كده واصل تمام الحمد لله رجعوا لنا النت اهو بعد ايه بعد ما دوروا ربع ساعه تاني. طيب الصوت واصل والصوره واضحه عندكم ولا في مشكله؟ تمام يا دكتور تمام كده. طيب تعال نرجع لموضوع الرفت وبعدين ما نقول المنصوبه بتاعتنا في الاخر. لو جينا هنا دلوقتي بصينا على الرفت بتاعتنا احنا وصلنا ان احنا عرفنا السبرينج بتاعت السويل وكنا بنقول ان البلاطه دي غير متزنه في اتجاه اكس او في واي لان مفيش اي سبورت في اتجاه اكس او اي سبورت في اتجاه واي، بينما في الطبيعه وزن المنشأ بالكامل بيثبتها بيحصل فريكشن كبير ما بين التربه وما بين القاعده بتاعت اذا كانت مهما كان نوعها يعني الفريكشن ده هينتج عنه في الاخر ايه؟ ان القاعده لا هتتحرك في اكس ولا هتتحرك في واي الا في ظروف خاصه بقى يعني. طيب في الحاله دي عشان امثل الكلام ده على الساب ممكن اجي اختار اي نقطتين في البلان وامنع الحركه بتاعت اكس والحركه بتاعت ايه؟ واي فقط يعني ما امنعش زد امنع اكس وواي اكس ولا في واي. طب ليه نقطة كده ما تلفش؟ ازيك يا دكتور؟ الصوره متاخره عن الصوت. الصوره متاخره عن الصوت. طيب كانت الاول قبل النت ما يقطع كانت كويسه دلوقتي بقت كويسه خالص. طب كده كويسه؟ مظبوطه عند واحد. طيب مظبوطه عند واحد يبقى مظبوطه عند الكل. دلوقتي تاني اهو دلوقتي عشان اتاكد ان البلاطه دي مش هيحصل لها ان ستابيلتي هتبقى ان ستيبل يعني من ناحيه الاستراكشر. الاستراكشر بيقول ايه؟ سيجما اكس لازم تساوي صفر سيجما تساوي صفر سيجما زد تساوي صفر. في الاتجاه الرافع او اتجاه زد انا عندي سبرنجات من تحت وعندي احمال من فوق فالاثنين هيتزنوا مع بعض. طب في اتجاه اكس وواي ما عنديش حاجه تمنع البلاطه دي انها تتحرك في اكس او في واي. نتيجه ان البلاطه بتكون ريستد على السويل وبيحصل فريكشن بينهم ما بين السويل في العربيه تتحركها شمال او اليمين مش هتتحرك نتيجه الفريكشن الكبير ده. فنقدر نقول انها مش هتتحرك، فعايزين ايه؟ نقول ان في سبورت موجود في اتجاه الاكس وسبورت موجود في اتجاه الواي عشان ايه؟ تبقى متزنه. تمام؟ طيب وفي نفس الوقت عشان ما تلفش جوه المستوى اللي يبقى لازم نمسكها من النقطتين، لانك لو مسكت من نقطه واحده وجيت تزقها كده هتلاقيها بتلف حوالين النقطه دي، لكن لما يبقوا نقطتين ممنوعين في اكس وفي واي مش هتلف. طب بنعمل ده ازاي؟ تخش على قائمه اساين وتحط ايه في النقطتين دول سبورتين. بس السبورت بتاعك بقى مش حاجه من الجنرال دول، لا ده انت عايز تمنع ترانزيشن واحد واثنين بس اللي هي اكس ايه؟ واي، محدش يمنع زد ها؟ اكس وواي فقط. لمجرد بس ان انا احقق استابيليتي. لو منعت زد يبقى كانك بتقول ان في حاجه ماسكه هنا وده هيبوظ لك النتائج. لان اكس واي فقط. نقول له ابلاي خلاص كده. يبقى انا كده ضمنت ان الرفت بتاعتي بقى فيها السويل من تحت ماسكاها في اتجاه الفيرتيكال ومش هتتحرك لا في اكس ولا في واي ولا هتلف نتيجه السبورتين اللي انا حطيتهم دول. هما هيطلع اكشنالهم بصفر وكل حاجه لان مفيش احمال اصلا في اتجاههم. بس ايه؟ هيحققوا الاتزان. كده يبقى انا عرفت ليه ما منعتش الروتيشن حوالين اثنين؟ ايه؟ ليه ما منعتش الروتيشن حوالين اثنين؟ لو منعت الروتيشن حوالين اثنين اللي هي اكس او واي، لو منعت اي روتيشن حواليهم هتاثر على المومنت كانك بتقول ان في فيكسيشن. لما امنع الروتيشن حوالين محور اكس اللي هو ترانزيشن واحد مثلا روتيشن واحد روتيشن واحد كانك عايز تقول ان في فيكسيشن حاجه تمنع الدوران هنا والسوري مش هتمنع دوران. نفس الكلام لاتجاه واي. انا كان ممكن امنع الروتيشن حوالين زد، يعني كان ممكن امنع الروتيشن زد زد على ان هو مش لف حوالين زد عمودي على الجاري فما تلفش حوالين نفسها. بس انا مش محتاج اعمل كده، كفايه عليا اكس وواي ودول كفايه عشان ما تلخبطش نفسك. تمام؟ امنع بس اكس وواي ده هيحقق لك الاتزان. حوالين ثلاثه كان ممكن ينفع وكل حاجه بس ايه؟ عشان بس الناس ما تتلخبطش. يا دكتور روتيشن حوالين زد مش هيأثر في القيم؟ لا لان هو حوالين ان بين. اتفقنا قبل كده ان البلاطه دي فيها فيها طريقتين للشغل، طريقه ان بين للاحمال اللي جوه مستواها وده الممبرين اكشن اللي هو يدي حركه في اكس وحركه في واي وروتيشن، ودول هنا مش هيبقى فيهم احمال اصلا.
والاتجاه التاني ان يبقى فيها ايه عمالة عرضية على مستواها وتعمل مومنت حوالين اكس ومومنت حوالين واي. تمام؟ فدول التو سيستمز اللي عندنا. احنا بالنسبة لنا هنا الرفت بتشتغل ايه؟ بتشتغل كابليت، فالاحمال العرضية على مستواها، فمش هيتولد اي حاجة ايه في المستوى بتاع الممبرين او في جوه المستوى بتاعها. الاحمال كلها عمودية والمومنتات بتطلع ايه نتيجة حوالين حوالين محور اكس مومنت وحوالين محور واي مومنت، وبيحصل ديفورميشن ايه في اتجاه الزد. دول اللي يهمون. طيب خلينا بقى ايه نكمل ونخش ايه كده. انا عملت موديل للرافت كده، خلاص انا حطيت البلاطه وبقت كل حاجه ايه خلصانه. نروح بقى نبص الخطوه اللي بعد كده، عايزين نبدا نشوف الاحمال هتتحط ازاي وهتيجي منين. لو جينا بصينا هنا هتلاقي قال لك ايه نور الرافت اونيت، يعني احنا مش عايزين الاون ويب بتاع الرافت. طيب عادي نخش على ديفاين، نخش على لود لود باتن، نقول له زيرو، مش عايزين اون ويت وصفر. طيب الاحمال بقى هنا انا مبسط الاحمال ومديك الاحمال جاهزه وركينج بكذا. طبعا لو انت عايز تدخل الاحمال ديد ولايف وتامن ده براحتك، لو في عندك كذا من الاحمال كل نوع بقيمته وبعدين تجمعهم بلود كومباينيشن. هنا انا مديك الاحمال الوركينج جاهزه، مش هتحتاج انت تعمل ايه حاجه. بس صح دي الاحمال اللي عندنا. عندك الاحمال عباره عن كام بقى؟ 70 طن، 150 طن، 150 طن، و250 ايه طن. دي كده الاحمال المتركزه عندنا والاحمال دي. طب عبر عن الاحمال دي بقى ازاي جوه الايه جوه الرافت؟ قال لك كالاتي. ابسط تمثيل للاحمال دي، وده التمثيل اللي بيدي اوفر استيميشن، بيدي احمال او قيمه كبيره للستريسز وقيمه كبيره للمومنت وقيمه كبيره للبشره اللي بيحصل على الصويل. انك تقول ايه؟ انك تعبر عن الحمل بتاع العمود في نقطه، يعني تقول الحمل بتاع العمود موجود في نقطه واحده في السي جي. يعني لو دي كده خدنا قطاع، خدنا سيكشن هنا، هيبقى العمود بيأثر ايه؟ كونسنتريتد لود واحده بس في السي جي. طب ده مشكلته ايه؟ ده كده هياخد اقصى قيمه للحمل. انت عارف كده وتعودت من الاستراكشر ان لما يكون عندك حمل مركز، الحمل المركز بيدي مومنت اكتر من الحمل الديستريبيوتي. فانا دلوقتي لو قررت احط المومنت ابسط طريقه لي، احط الرياكشنات بتاعتي على انها بوينت لود بتاثر في السي جي بتاع الاعمده. هل ده صح حاجه؟ لا طبعا. واحد تاني هيقول لي لا ده انت اصلا العمود له اريا، يعني المفروض الحمل ده بيأثر على الاريا اللي ايه دي كلها، يبقى انا المفروض الحمل بتاعي يبقى متقسم على الاريا دي كانه ديستريبيوتد لود كده على مساحه العمود، يعني العمود بيتصل بالقاعده في ايه في كذا حته او في مساحه، يبقى انا المفروض اوزع حمل العمود على مساحته ويبقى ده الحمل الايه بتاع العمود. طبعا ده ادق وهديك ستريسز ومومنتات اقل. طب واحد تالت بقى هيقول لك لا خد بقى عندك معلومه كمان كده، ده الحمل الكونسنتريتد بتاعك ده المفروض ان هو بيأثر هنا على الاريا بتاعت العمود، بس انت بتعمل اناليسيس عند السنتر لاين بتاع القاعده اللي هو ده. طب ما الحمل بيمشي في الخرسانه بزاويه 45، يعني بيمشي واحد لواحد، فده معناه ايه؟ ان المفروض المساحه الفعليه اللي بيأثر عليها الحمل هي المساحه دي كلها. يعني انا اجي احط الحمل بتاعي، المفروض هو بيأثر اتصاله مباشر مع القاعده في اريه العمود، وبعدين يبدا يتوزع جوه الخرسانه بزاويه واحد لواحد، يعني على زاويه 45، لغايه ما يوصل لسنتر لاين ايه؟ القاعده بتاعتي. اول ما يوصل لسنتر لاين القاعده يبقى هو دي المساحه الفعليه اللي بيأثر بيها. طبعا دي لما تعملها هتقلل لك المومنتات بشكل ايه؟ كبير جدا. اعتقد الدكتور محمود عرض ليكم الفرق ما بينهم ايه؟ لو احنا حلينا مساله وقعدنا نوزع الحمل اكتر دقه الدنيا ايه؟ المومنتس بتقل جامد، وده يخليك مثلا بدل ما كان يبقى عايز تحط 6-22 مثلا او 10-22 تسليح للقعده، ممكن يوصل الرقم ده 16 لفاي 16. طبعا ده ايه؟ هيوفر فلوس كويسه قوي. طيب انا بالنسبه لي لما احب اعمل موديلنج وانا هشتغل كديزاينر، يعني اعمل ايه؟ انا هختار مساحه ما بين ان انا احطه في نقطه وما بين انا احطه على المساحه اللي عند السي جي. يبقى انا اخري ايه؟ او التو ليميتس بتوعي ان الحمل يتحط في بوينت واحده، او ان الحمل يتحط في المساحه اللي تخص
العمود عند السي جي، هم دول التو ليميتس بتوعي. انت بقى بتتحرك في النص على قد ما تقدر تكون اقرب ايه الحاله من الاثنين دول. طيب في الامتحان هتعمل ايه؟ في الامتحان هتعمل زي ما انا هقول لك. يعني ايه هتعمل زي ما انا هقول لك؟ يعني انا جيت قلت لك حط الحمل على ان هو كونسنتريتد لود 1 كونسنتريتد لود عند مكان السنتر لاين الاعمده، يبقى هتحط حمل نقطه واحده وخلاص. قلت لك وزعه على الاريا بتاعت العمود، يبقى انت هتخش ايه توزعه على حدود الاريا دي بس، انك تحطه كحمل موزع او تحطه كذا بوينت بس اخرك ايه مساحه العمود بتاعك. الحاله الثالثه ان انا ممكن اقول لك وزعه على السنتر لاين بتاع العمود، انك تحطه كذا نقطه بس ايه في اتجاه السنتر لاين العمود. يعني انا عندي عمود كده وانا عملت المش ولقيت المش بتاعتي في اتجاه السنتر مثلا في اربع نقط، هم دول اللي داخلين جوه اريا العمود. لان انا قلت لك وسع على مساحه العمود او على السنتر لاين العمود، تقدر تعوض تروح على الاربع نقط دول، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، وتقول والله حمل العمود كان كذا، اقسمه على الاربع نقط دول يديني الحمل اللي ايه الموزع اللي بيعادل وزن العمود. طيب او اقول لك وزعه عند زي ما انا كاتب هنا ديبريس او وزع لود تو ذا سنتر لاين اوف ذا رافت سيكنس، يعني بقول لك وزعه بس عند منسوب ايه السيكنس بتاع الرافت. يعني تيجي كده تقول والله الحمل ده هيأثر، هيتوزع في دوري 45 لغايه ما يوصل لسنتر لاين الرافت، يبقى هي دي المساحه اللي هيأثر عليها. يعني لو جينا بصينا على عمود زي ده كده مثلا، هيبقى دي المساحه تقريبا، هي دي المساحه اللي بيأثر ايه عليها. تمام. فانت على حسب ما انا هطلب منك في الامتحان تختار. يعني هتلاقي الشرط هتلاقي دايما كده في ايه بوينت بتقول لك هتحط الاحمال ازاي، كان بوينت لود او اذا كان ديستريبيوت على اريا على المساحه اللي هي بتاعت العمود بس، او هتوسع الموضوع لغايه ما توصل المساحه عند السنتر لاين بتاع الرافت. طيب انا هنا في المساله دي انا كنت بقول لك وزعه عند سنتر لاين الرافت، بس انا هوريك ايه هنمسك كل عمود من دول ونجرب فيه واحده من ايه من الطرق بتاعتنا، بحيث ان انت تبقى عرفت لو انا هدخله يبقى عامل ازاي في كل طريقه، من باب بس ان احنا ايه نشرح كل الطرق ونوفر وقت. تعالى كده نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه نقرر. احنا اول عمود عندنا اللي هو سي واحد ده هنحطه كانه بوينت لود في سنتر لاين العمود. فهنيجي على الساب، هنيجي على نقطة التقاطع، لو عرضنا البلان اهو اكس واي، طبعا انا مقسم المشي عند السنتر فباين لي ايه النقط بسهولة. هقول له ايه شرينك كده مثلا، لو عملنا شرينك هيظهر لك كمان ايه هيظهر لك الجريد شوية فيبقى لك الجريد سيستم بتاعك. نلغي الشرينك مش مشكلة، انا عايز احط العمود ده في السنتر بتاعه، هعلم على النقطة بتاعته اللي هي السي جي بتاعه، وهروح على ابلاي جوينت لود، وهروح على فتحنا قائمة الجوينت لود، هروح على اتجاه السالب اتجاه الزد واحط بالسالب قيمة الوزن بتاع العمود اللي هو كان كام؟ 75 طن. طيب واقول له ابلاي. لو عملنا 3D اهو في حمل اهو موجود قيمته 75 طن في النقطة دي. طب ده لو كان الحمل بتاعي ايه؟ قلت لك حطه لي ككونسنتريتد لود. طب نيجي بقى لو انا عايزك توزعه لي، لو انا جيت قلت لك في العمود ده وزعه لي على الاريا او وزعه لي على المساحة اللي بياخدها العمود. طيب يبقى لازم اعمل ايه الاول؟ لازم اعمل مش للبلاطه، وبعد ما اعمل المش يا دكتور معلش اتفضل معلش بس الثاني الحته اللي هي العمود ده ثاني اللي هو 75 ال 75 بقول لك انا قررت انا قلت لك اول عمود دوت اللي هو سي واحد انا عايزك تحطه لي قوه واحده مركزه في السي جي بتاعه اللي هو ابسط حل خالص. فولا حاجه قمت رايح على الرفت العمود ده مكانه في الحته ديت، انا كنت مقسم الجريدات مع سنتر لاين الاعمده، فعارف مكانه السنتر بتاع العمود اهو اللي هي النقطه دي، علمت عليها وقلت له اساين جوينت لود فورس زي ما انت متعود في البيمز عادي خالص، ودخلت القيمه بتاعتي اللي هي في اتجاه سالب الزد بقيمه 75 طن اللي هي القيمه بتاعت حمل العمود، قلت له ايه؟ ابلس. راح ضايف لي الحمل ايه في النقطه دي 75 طن. طيب ده كده عشان العمود ايه؟ هحطه في نقطة واحدة. طب لو أنا حبيت بقى قلت لك لا أنا عايز بقى العمود رقم 2 وزحهولي على مساحة العمود. وزحهولي على المساحة اللي شايلها إيه العمود بتاعي ده. طب عشان أقدر أوزعه على مساحة أو أوزعه على النقط اللي جوه العمود دي لازم أعمل المش الأول. يعني
يعني لو انا هستعمل اي طريقه غير ان انا احطه فرصه واحده، يبقى لازم اقسم البلاطه بتاعتي ايه لكذا حته. فهعلم على البلاطه وهقول له edit، وبعدين هروح اعمل divide واجي اقسمها. طب اقسمها كام في كام دي؟ بص، لو انا بدور عشان احط الحمل بتاعي كذا نقطه جوه العمود، يبقى لازم اختار مش حجمها يديني كذا نقطه جوه العمود. لو انا قلت له اقسمها لي نص في نص مثلا ونص في نص، هبص على ابعاد العمود بتاعي هلاقي العمود ايه؟ ابعاد الاعمده اللي جايبها لينا يعني، بيقول لك العمود الاولاني ده 30 في 40 سي 2 30 في 60. فلو انت قسمت نص في نص، السنتر معاك هتمشي نص لفوق عديت العمود، هتمشي نص لتحت عديت العمود، فانت مش شايف اي نقط جواه. طب ايه الحل؟ قسم مش صغيره. فزي مثلا انا ايه قررت اقسم كل 0.2، يبقى دي حجمها صغير، و 0.2 تديني نقط جوه العمود، فاعرف احط ايه، يبقى عندي كذا نقطه اقدر احط الحمل عليها. فاخترت هنا ان انا ايه اعملها كل 0.2. انا في امتحان وخصوصا لو الامتحان هيبقى الحاجات اللي هي هتبقى معموله اونلاين مثلا زي العملي، هحدد لك المشي اللي تستعمله بحيث ان النتائج بتاعتك تبقى قريبه ايه من الحل اللي احنا عايزينه بالظبط. فانا ايه قررت هنا استعمل 0.2 عشان عندي كده تقسيم جوه العمود، وقلت له ابلاي. راح ايه عامل لي المشي بتاعتي اهي، خلاص قسمها لي كلها كل 0.82. طيب عايز ابدا احط الحمل بتاعي، طبعا انا مش شايف مكان العمود اصلا، فلو عملنا شرينك للزرار ده صغرهم شويه. طب انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا لو جيت زومت كده هشوف الخط بتاع الجريد اللي هو كان بيعبر عن السي جي بتاع الايه؟ العمود بتاعي. طيب لو انا بصيت كده كمان، انا واقف هنا اكس واي بلين، بس مش هعمل نون ديفورمد شيب عشان اوريك حاجه. لما تعمل عندي فورمت شيب عشان يظهر لنا القائمه بتاعت الاحداثيات دي. بص انا واقف هنا كاتب لي ايه؟ كاتب لي احداثي اكس وواي وزد. فلما اقف في النقطه دي مثلا عندك اكس ب 5.5 وواي ب 7 وزد ب 0. طب لو مشيت النقطه دي، النقطه دي اللي هي المشي بعد مشي واحده، فطلعت ايه 5.7، يبقى معناها ان هو قسم المشي كل كام دلوقتي؟ زود على دي 0.2 وهكذا. طبعا انت لو الابعاد بتاعتك ما تديش 0.2 بالظبط، هو هيصغر يمش شويه، فايه تخلي بالك من النقطه دي. طيب انا بالنسبه لي هعمل ايه؟ هبدا امشي بقى. انا عايز احط على مساحه العمود، العمود ده عايز اوزع حمله على النقط اللي جوه مساحته. قدامي اوبشنين، اوزعه على الاريا، بس ده اوبشن هيبقى صعب قوي انك لازم تحسب الاريات وتتاكد ان الاريات دي جوه او مش جوه، فما انصحكش بيه. دور على النقط اللي جوه العمود، يعني ايه؟ يقول والله دي المساحه اللي انا عايز اخدمها اللي هي كام؟ في الاتجاه ده امشي 0.15 شمال وامشي 0.15 يمين، في الاتجاه الراسي همشي 0.3 فوق و 0.3 تحت، وتبقى دي النقط اللي واقعه جوه العمود. فنيجي نقف كده، انا عايز امشي الناحيه دي، عايز امشي 0.15، اجي امشي 0.15 الاقي اول نقطه بعد كده على بعد ايه؟ اكبر من 0.15. في الحاله دي عندي ايه؟ مش هلحق اجيب النقطة اللي بعديها. امشي كده دي 0.2 وانا اخفي نص سمك العمود اللي هو 0.15. انا تقريبا واقف هنا، مفيش نقطة، يبقى مش هعرف احط ده، يبقى مش هنوزع في الاتجاه ده. طب الاتجاه التاني، الاتجاه الطويل، عندي النقطة بتاعت النص، اطلع لفوق كده الاقيني زدت ايه؟ هنا كان واي 7 وهنا بقت واي 7.2، وانا اصلا المفروض اطلع لغايه 0.3، يعني اطلع لغايه نص الشلاله دي. طب في كام نقطه وقعت كده ما بين هنا وهنا؟ نقطه واحده كمان، يبقى في نقطه هنا. نفس الكلام في تحت، اصبح العمود ده جوه مساحته اللي هي تعتبر كده كام بقى؟ 3 نقط. يبقى اوزع الحمل بتاعي على الثلاث نقط دول، اقول والله احنا عندنا حمل اللي هو 150 طن، لا خليه يتوزع على الثلاث نقط دول، اقول له الساين جوينت لود، واقول له انا عندي اه سالب 150 بس هيتحط على 3 نقط، فيديني 50 نقط، 50 طن لايه؟ لكل نقطه. ابلاي كده، حطينا الحمل ايه بتاعه. دكتور معلش كده دكتور تاني، انا الاوبشن رقم 2 في توحد الحمل ان انا احطه على مساحه تساوي مساحه العمود اللي هي المساحه اللي تمام.
فانا جيت قسمت البلاطه بتاعتي بحيث ان يبقى عندي كذا نقطه جوه العمود، فقسمتها كل 0.2 تمام. هاجي بعد كده اشوف بقى كام نقطه واقعه جوه المربع الاحمر ده، اجيبها ازاي بقى كام نقطه دي؟ هقف عند السنتر، انا ابعاد العمود بتاعي 30 في 60، يعني لو ده سنتر العمود المفروض ان انا امشي 0.15 شمال و 0.15 يمين، ابقى جبت الايدج للناحيه دي، وامشي 0.3 فوق و 0.3 لتحت، ابقى جبت الايدج اللي ايه؟ للناحيه دي وللناحيه دي. طب هعمل كده كاني مشيتهم يعني كاني عملت ايه؟ كاني عملت البرواز بتاع، شايف الخط بتاع المنقط ده اهو، الخط المنقط ده يمثل ايه؟ العمود اللي انا المفروض احطه في الطبيعه او حجم العمود فعليا. جوه المربع بقى ده او جوه الخط المنقط ده في كام نقطه موجوده؟ ثلاث نقط، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، يبقى الحمل بتاع العمود هيتقسم على ثلاثه. فقمت داخل ادي نقطه 2 3 ودخلت قلت له الساين، ودخلت له الحمل بتاعي مقسوم على ثلاث نقط، فكان الحمل 150 طن قسمته على الثلاثه، فبقى كل نقطه شايله 50، يبقى مجموعهم 150 اللي هو توتال حمل العمود. دكتور نعم، واحنا لو بقيمه نص الجراد ده قلنا حدد ابعاد ل 30 بس ممكن. انت انا بقول لك في الاخر يعني ايه، انا هدفي انك عايز توزع احمد حمل العمود على النقط اللي جوه قريته، تمام كده؟ بس انا لو حطيت العمود كله الحمل يعني هيتوزع على كل النقط، مش هيتوزع على النقط الطولي بس زي ما حضرتك عامل هنا. في الحاله دي هيتوزع على كل النقط. يعني بص، يعني لو افترضنا ان انا كنت قسمته كل 0.15 تمام؟ لو انا قسمت كل 0.15 كان النقط اللي هتبقى واقعه معايا كانت تقريبا كده، من ناحيه دي همشي 0.15 ومن ناحيه 0.15 واطلع هنا هيبقى شلتين، وانزل تحت هنا يبقى شلتين، فيطلع كل النقط دي اللي هم عددهم هنا 15 نقطه. فكنت هحط الحمل بتاعي مقسوم على 15. مش هيختلف طيب في الـ في الـ في الـ في المومنت بعدين او الاحمال بعدين؟ ما هيأثر، ما قلنا كل ما انت هتوزعه على مساحه اكبر كل ما هيقل. عشان كده قلت لك انا في الامتحان العملي مثلا لو انا عملته اونلاين هقول لك، او في الامتحان ممكن اقول لك خد المش بكذا. فانت لما تاخد المش بكذا يبقى انت مجبر ان عدد النقط بتاعتك ما يختلفش عن الحاجه دي. تمام يا دكتور. تمام؟ طيب. تعالى بقى نجرب في العمود رقم ثلاثه الحل. مش مديني الفوتوغراف عادي، مش مديني احداثيات النقطه. ايه؟ انا اسمع حضرتك مش مديني احداثيات النقطه تحت. مش مديك احداثيات النقطه تحت، اعمل اند فورمت شيب بس، اضغط على الزرار ده عشان يعمل اند فورمت شيب. اول ما تشغل الاند فورمت شيب هتلاقي احداثيات النقطه اشتغلت معاك. يا دكتور. ماشي؟ طيب. دكتور. نعم. لو سمحت، وانا لو رسمت اريا، لو رسمت خط على اريا العمود على حدود الاريا. مش ما يقسمش كده معايا العمود؟ لا بص انا اتفق، ما تقسمش اي خطوط تمثل قرية العمود، لان في الاخر الساب بيعتبر اي فريم اليمنت رسمه ده ممبر وهو مش موجود في الطبيعه. فما ترسمش حاجه، ممكن ترسم خط بس بتسهل لو انت عايز تقول انا هحدد بيه الابعاد ولا حاجه، لكن طالما الخط ده مش حاجه فعليه هيعملها ناس ما ترسمش، لازم يتمسح. يعني ما ينفعش اجي ايه واقوم قايل ايه ده انا عندي البتاعه دي يعني ابعاد العمود اهي تقريبا، اقوم جاي اسمع حاجه عامله كده. اصل انا بحدد العمود، مفيش حاجه اسمها بتحدد العمود، مفيش حاجه كده. انت في الطبيعي في قاعده هيأثر على الحل طبعا، هيطلع حل غلط. ما تحطش حاجه مش موجوده. الخط الازرق اللي انا رسمته دلوقتي ده كاني برسم كاميرا، هل في كاميرا هنا؟ الاجابه لا. لا ما فيش، انا قلت بس عشان لما يقسم ما يقسمش معايا مساحه العمود، فحط اللود على الاريا على طول. لا ما تحطش فريم اليمنت من عندك. ممكن يا دكتور احطها بوينتات واوصلها كانها اريا لوحدها، اريا منفصله عن الاريا كلها؟ يعني ايه اريا منفصله؟ يعني اعمل اريا للعمود. ينفع تعمل بص ينفع تعمل اريا بمساحه العمود وتحط عليها الحمل، بس لازم تتقسم مع المش دي. يعني انت ينفع تقسم المش ده بحيث انه يديك الاريا، لكن ما تقومش قايل انا هعمل اريا منفصله او جاي مثلا عامل كده العمود عامل كده، انا راسم لك الاريا بتاعته عامله كده، واقول لك ما انا هحط الحمل هنا والحمل يتنقل. لا طبعا، النقط المش ما بيشتغلش غير عند القطاعات دي. انت لو عملت اللي انا عملته دلوقتي ده
تقول لي اصل اريا العمود اللي هيحصل ايه في الساب؟ الساب هيحل البتاعه دي وبعدين هيطلع لك الباطه دي طايره لوحدها في الهواء لانها مش متصله باللي حواليها، ما لهاش اي معنى. لازم المشي يبقى ماشي مع بعض. عايز تقسمه انه يديك اريا العمود حلو قوي، لكن في الاول وفي الاخر لازم المشي يشتغل لبعض عشان يسلم لبعض. تمام؟ طيب نيجي بقى لايه؟ للطريقه. دكتور. نعم. اتفضل. هو الطريقة الأولانية عن الطريقة التانية بتفرق إيه يعني؟ يعني مثلا الأولانية كانت سهلة، يعني هل بتفرق الدقة مثلا؟ بتفرق الدقة طبعا، أنت في أول طريقة افترضت إن الحمل بس عرفت في نقطة، فهتلاقي في تركيز للمومنت عالي أوي عنده. الطريقة رقم اتنين دي أنت افترضت إن الحمل بيأثر على كذا نقطة اللي هي مساحة العمود. فده خلى الحمل يبقى كأنه ديستريبيوتد، فده يقلل المومنت الناتج عنه. في الحل رقم تلاتة اللي هقوله يعني دلوقتي هتخليه اصلا عن المستقبل على السي جي هيقل. لا طبعا هيفرق كتير. لو رجعت للمحاضره بتاعت الدكتور محمود اللي هي اتشرحت الاسبوع ده هتلاقي في السلايدز كده بتاعتها عرضنا نفس المساله بالظبط، مره بالاحتمال كونسنتريشن، مره لما وزعناها، وفي كل مره كنت بطلع لك كنت الماكسيمم مومنت عامله ازاي. كنت هتلاقي ان المومنت بيقل جامد. يعني انت ممكن لو انت حاطط الحمل كانه كونسنتريتد لود يبقى المومنت 100، لما تقسمه على حتت كتير المومنت ده ينزل لغايه 40. يبقى انت كنت هتصمم على 100 متر طن وهو في الفعل 40 متر طن. ده يفرق ايه؟ فلوس، وفلوس كتير كمان. طب هو في الواقع بيأثر ازاي يا دكتور؟ كنقطه ولا كاريا ولا كده؟ هو في الواقع بيأثر عند السي جي، يعني الحل الواقعي 100% ده هو ده الحل رقم ثلاثة. يعني انا لو عملت نقطه ابقى انا بسيف نفسي بس بكلف تكلفه. بسيف نفسك بس بتكلف كتير جدا. لو عملت ديستريبيوت على اريك العمود يعني ما بين ان انت مسيف نفسك وما بين ان انت مكلف بس اقل سنه. لو بتحطه على الاريا يبقى انت عملت الحل الصح اللي هو ايه؟ زي ما الكتاب بيقول يعني. انت حاول تخليك ما بين الحالتين، يعني ما بين الحاله اللي هي اريا العمود نفسه وما بين المساحه اللي هي عند السي جي، وسط ما بين الحالتين دول. ده حلو قوي، هيبقى معايا فاكتور اوف سيفتي كده سنه صغيره وفي نفس الوقت موفر. فده هيبقى الحل ممتاز يعني. وغالبا ده هيبقى الحل اللي اعرف احققه كمان. تمام يا دكتور. نجيب بقى ايه؟ طيب نجرب بقى في العمود سي 2 ده. هوريك الفرق كمان هيبقى باين ازاي. سي 2 هنا ابعاده ايه؟ هو نفسه سي 2 اللي هنا ونفس الحمل وكل حاجه، بس انا عايز اوزع بقى الحمل بتاع العمود ده مش عند ابعاد العمود. فين اللي فتح المايك؟ مش عايز اوزع هنا عند ابعاد العمود، لا انا عايز اوزع عند السنتر لاين بتاع الرفت. يعني كان الحمل هيمشي لغايه ما يوصل لسنتر لاين الرفت زي ما قلنا هنا. طب الحمل بيمشي من مقياس واحد لواحد واحد، يعني ايه؟ يعني المساحه اللي انا هوزع فيها الحمل ان انا همشي من كل وش من وشوش العمود دي سمك الرفت على الاثنين، دي على الاثنين كده، وامشي من هنا امشي من هنا دي على امشي من الناحيه دي على الاثنين، وهمشي كده كمان ايه دي على الاثنين. تمام كده. ده يطلع لي في الاخر ايه؟ المساحه اللي عند سي جي الرفت. طب اول ما اوصل لها هبدا اشوف بقى النقط اللي في قلبها فين، واقسم الحمل التوتال بتاع العمود على النقط اللي جواها دي، ويبقى هو ده ايه؟ الحمل الموزع. هتلاقيها غالبا اقل شويه من ايه؟ من ابعاد العمود، او اقل شويه من الخط الاحمر ده، زي ما عملنا فوق كده. مش هيقع كله على الحرف، فهتلاقي نفسك ايه؟ هنا مثلا النقط بتاعتك جوه هنا. فيبقى انا ايه؟ ما وزعتش على الاريا كتوتال سنتر قوي يعني، بس في نفس الوقت ايه؟ ما بقتش ويست. طبعا الحل البيرفكت انك تمشي على الخط الاحمر ده اللي هو دي على الاثنين شمال دايما دول العمود. طب تعالى نشوف الكلام ده بالنسبه للعمود بتاعنا هيطلع عامل ازاي. انا الرفت بتاعتي متر و10، وعرض العمود كان لو احنا جينا في الطول بتاعه في اتجاه اكس، يعني هو هنا كام العمود؟ 30 في 60، ففي اتجاه اكس 60. يعني انا دلوقتي المفروض اوزع على مساحه مقدارها 1.7 على الاثنين عشان شمال واليمين السنتر لاين، يعني تطلع كام؟
65 صح؟ 85 ده 85 ماشي تطلع 85 صح؟ 0.85 يبقى انا عايز امشي 85 شمال واليمين الايه؟ العمود. تعالى بقى نقطة ده صفر همشي كده زدت 0.2 كمان 0.2 بعيدا ايه؟ 0.4 هنا هي كانت 1.5 هنا 1.9 مشيت 0.4 ومشيت كمان واحدة بعيد كام؟ 0.6 لو مشيت كمان واحدة بعيد ايه؟ 0.8 طب لو مشيت اللي بعديها هبقى متر واخد 85 اقف هنا عند الداش ده ما ينفعش اكمل بعديه فالنقط اللي وقع بالنسبة لي هم دول اللي هم طلعوا أربع نقط إيه شمال السنتر لاين عايزين أربعة تيوم من الناحية التانية نفس الوضع بالظبط هنا دي كانت 1.5 لو طرحت منها 0.85 هتوقفني في الحتة دي فأنا عديت النقط اللي تساوي كده يبقى دي النقط بتاعتي في اتجاه إيه الإكس نيجي نعمل نفس الكلام في اتجاه الواي قال هو دكتور انا ليه بعلم على بوينت ليه ما بعلمش على الاريا بعلم على بوينت بس عشان انا احطه على نقطه اسهل لي احطه على نقطه بس الاصح على اريا هو الاصح شويه على اريا بس هما الاثنين يعني مش هيفرقوا كتير عن بعض بس ايه مشكله الاريا ايه ان انت لو المشي بتاعك مش مظبوط بالملي انت عايز مساحه الاريا صح يعني عايز تاخد اريا الشلال دي صح واريا الشلال دي صح لانك في الاخر هتقوم قاسم الحمل على الاريا وتحطه كاريا لود بس لو جينا نعمل الكلام ده وانت عندك مشايه كبيره شويه او صغيره شويه الحمل مش هيظبط معاك فالاسهل ان انا احطه على ايه على نقطه لو زادت عندي هتزيد حاجه بسيطه ان هي مقسمها بوينت ممكن يقل اثنين او حاجات بسيطه مش ما ممكن يزيد وممكن يقل يعني انت مثلا الشلايه معتبرها 0.2 في 0.2 و 0.8 في 0.8 يعني الحاله دي اتعلمتها على خمس شلايات على اساس ان هم يدوك الحمل التوتال وهو فعليا الشله اصغر شويه من اللي انت حاطه يبقى الحمل اللي دخل ايه اقل تمام فلا انت احسن لك اسهل لك وفي نفس الوقت كمان نسبه الغلط فيها قليله لان انا في الاخر هقسم الحمل على عدد نقط ثابت فده اسهل بالنسبه لي واحتماليه الخطا فيه اقل طيب نيجي بقى في الاتجاه الثاني في الاتجاه الثاني احنا قلنا ان العمود بتاعي 0.3 وهيمشي في هذا الاتجاه كام 0.3 وهتمشي في هذا الاتجاه نص سم كرافت كمان مع يعني التوتال بتاعنا 0.3 زائد متر و10 اللي هي سم كرافت يعني المجموع في الاخر متر 40 يعني المفروض امشي 0.7 في الاتجاه ده كمان فوق وتحت ف 0.7 ادي اول شلايه 20 سم بعدين مشيت كمان 20 سم بقيت 40 سم بعدين 60 سم وانا اخري 70 وهنا 80 النقطه دي ايه؟ دي 80 يبقى انا اخري اقف هنا تقريبا يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاريا اللي انا كنت المفروض اوزع عليها عند السنتر لاين هي مستطيل كبير ده تمام؟ سوري معلش هنحدد النقط اللي تحت بس اهو برضه كده 60 الاريا اللي انا المفروض اوزع عليها هي دي تمام؟ بس انا عشان الحته دي مفيش نقط على الحروف فخدت النقط اللي داخلها اللي هم هيطلعوا ان هم دول النقط اللي جوه دي كل النقط كده هي دي النقط اللي موجوده جوه المساحه اللي المفروض اوزع عليها حمل ايه؟ العمود اللي هي تعتبر اقل شويه صغيرين من سي جي بتاع الايه؟ الرفت طب دول طلعوا كام نقطه بقى؟ لو انا بصيت هنا لما بتعلم على حاجه هو بيكتب لك عددهم عشان ما تقعدش تعد انت دول طلعوا 63 نقطه طبيعي يطلعوا رقم فردي ليه؟ لان هو انت متماثل شمال ومتماثل يمين ومتماثل فوق ومتماثل تحت بس في نقطه زياده ايه مشتركه ما بينهم كلهم اللي هي دي فلو شلت العلامه بتاعتها هتلاقي ايه 62 بس انت يخليهم ايه رقم ثالث دايما عرفنا على النقط اللي دول بس اهو مكتوب تحت انا معلم اهو بيقول لك انت معلم على 36 بوينت و50 اريا و20 مش عارف ايه تمام فانت ايه هو لما بيتعلم على اي حاجه بيستبعد عدد الاليمنت اللي انت معلم عليه تمام كده؟ 50 بوينت مش 62 عدد الرياض 50 كمان ايه؟ هو بيقول لي عندي 57 بوينت تقريبا ماليش دعوه هم عندك كام انا بقول لك احنا علمنا عليهم وهم طلعوا دول طيب هنعمل بقى الساين نحط الحمل بتاعنا هنقول له الفورس لود
الحمل بتاعي كان 250 طن في سوري 150 طن للعمود ده، فهنحط ال 150 دي مقسومة على عدد النقط اللي هو 63 نقطة ونقول له ابلاي، يطلع وزن العمود ده ايه محطوط على كذا ايه نقطة كتير كده. تمام، طيب حطينا العمود بتاعنا، حطينا حمل العمود، يبقى لنا اخر عمود اللي هو الراجل الجميل اللي في الحتة دي. طيب اخر عمود ده نعمله ازاي؟ خلاص احنا شرحنا الثلاث طرق كلهم. العمود ده مربع، تعالى يا سيدي نعمله ايه؟ ده مربع 60 في 60، تعالى نعتبر ان احنا هنحطه على آلة عمود. هو بالمرة نبقى شفنا حاجة تانية من ايه؟ موضوع آلة العمود. لما حطيت قصاينة يا باشمهندس يا دكتور. ايه؟ لما حددت البتاع اخترت قصاينة. قصاين جوينت لود. جوينت لود برضه مش هو على مساحة ولا؟ لا. بص انا قلت احطه على عدد النقط اللي جوه المساحة اللي انا عايزها، اسهل لي. انا اقدر احطه على اريا بس تبقى الاريا متقسمه صح وابقى متاكد من مساحات الاريا، او ابسط على نفسي واقول ايه، او ابسط على نفسي واقول ان انا هشوف انا المفروض اوسع على الاريا دي اللي هي من هنا مثلا لغايه هنا اللي جوه المربع ده، هشوف النقط اللي جواه واقسم الحمل على عدد النقط دي، هو نفس المعنى يعني وزعت مساحه بس سهلت على نفسي ان انا بدل ما احسب الاريا بتاعت الشل وتطلع مش مظبوطه او يطلع شل كبيره وشل صغيره واتلخبط وبتاع والحمل ينقص او يزيد، لا عدد النقط هيبقى ثابت، عدد النقط اكس او مثلا الحمل على اكس ده يديني الفاليو على طول. تمام؟ طيب. نيجي بقى على العمود الاخير ده، انا هوزع العمود الاخير ده افتراض ان انا الطريقه اللي طلبت مني ان انا اوزعه على المساحه اللي جوه العمود اللي هي المساحه دي. المساحه اللي هي ايه؟ تمثل اريه العمود. كده كده كده. طب هعمل ايه؟ هاجي برضو زي ما اتفقنا كده مساحه اريه العمود ده كام؟ 60 في 60. همشي. والله دي السنتر مشيت 20 و20 و20. دي كده ايه؟ ال 60 بتاعتي. ادي 20 20 20 على حسب المشي اللي انا كنت مين هسيبه. نفس الكلام تحت. ثلاث نقط دول ال 20 ايه بتوعي. نفس الكلام في هذا الاتجاه لان العمود مربع وهنا كمان ايه مربع. دي كده تقريبا المساحه اللي انا عايزها. نعلم بقى بس يا دكتور مش هو كل 60 في 60 يعني 30 و30 يعني 32 هو كله 60 في 60 صح؟ اه سوري معلش انا اسف انا سرحت ماشي. زي ما باشمهندس بيقول كده ان العمود 60 في 60 يبقى انا اخر 30ات، يعني انا المفروض امشي من الناحيه 30 وامشي من الناحيه 30 صح؟ عندك حق ماشي انا. طيب فده هيبقى نمشي 30 الناحيه دي هنوصل لغايه نص الشلايه دي، فيبقى في نقطه واحده اتاخدت. هنمشي 30 الناحيه دي هنوصل لنص الشلايه دي يبقى في نقطه كمان اتاخدت هنا. نفس الكلام لفوق نمشي 30، نفس الكلام لتحت نمشي 30، فيطلع معاك ايه؟ دي المساحه اللي احنا كنا المفروض تمثل قريه العمود والنقط اللي جواها اللي هم التسع نقط ايه دول. فهنعمل اساين جوينت لود فورس ونحطها على المساحه بتاعتنا اللي هي القوه بتاعتنا 250 طن، فنحط ال 250 سالب 250 على عدد النقط اللي هو 9 ونقول له ابلاي، حط لك ايه الاحمال بتاعه العمود. طيب كده انا دخلت الاحمال بتاعتي بطرق مختلفه، طبعا انت في الامتحان زي ما اتفقنا انا حطيت لك الطريقه اللي تستعملها في العمود. طيب نبدا بقى نعمل ايه؟ رن للمساله ونشوف الاوتبوت بيطلع عامل ازاي. هو دكتور ده البرنج اللي انا حطيتها بعد ما عملت الديفايد موجوده عادي؟ اه اي احمال بتحطها قبل الديفايد انها موجوده اهي، والسبرنج اللي انت حطيتها هو هيشتغل بيها، اوريك كمان انها موجوده. اصبر لما يعمل رن، بص لما عمل رن عمل ايه؟ شايف السبرنجات اللي هو راسمها دي؟ هو اوتوماتيك حول السبرنج اللي انت دخلتها الاريا لسبرنج عند كل نقطه ورسمها لك اهي في الديفورمت شيب. ده هقول لك ايه، لو عملنا هنا شو ديفورمت شيب لا مش ولا
شو ديفورم شيب ده انت شفت كده ايه هتلاقي الرفت بتطلع وبتنزل ايه معايا كانها على سوق. طبعا لو انت كنت عامل بقى اي حلطه في السبورتات كنت هتلاقي في حته ممسوكه مثلا ولا حاجه لو انت معاها تاكس الرفت تطلع ايه كده انيميشن ده كده ايه رفت. طب لو جينا عرضنا بقى ايه بقيه الحاجات اللي ممكن نعرضها. طبعا هنا السبرنجات هو رسمها لك في شكلها ايه عامل ازعاج وبتاع. لو ضغطت على علامه الصح تقدر تشيل السبرنجات دي. السبرنجات دي هو بيسميها لينكات. يعني هتلاقي في اوبشن هنا اسمه لينك ظهر. السبرنجات دي هو بيعملها من حاجه اسمها لينك ممبر. فانت لو قلت له مش عايز اشوف اللينك ممبر دوت هيخفي لك ايه السبرنجات اللي هي عامله زحمه دي عشان بس تعرف تعرض النتائج على نظافه. طب ايه النتائج اللي اعرف اعرضها؟ اعرف اعرض انفورميشن عادي خالص زي ما احنا كنا بنعرضه ديفورم شيب وتعرض كونتور زي ما عملنا في البلاطه اهو ديفورم شيب كونتور في اتجاه يو زد وابلاي ده شكل الديفورميشن اللي هتحصل ده الهبوط اللي هيحصل في الرفت بتاعتك دي النقط كل نقطه هتهبط قد ايه. طيب لو انا عايز اعرض مومنتات اروح على علامه شو فورسز واقول له شيل وهختار ام 1 1 مثلا ده المومنت في اتجاه اكس و ام 2 2 المومنت في اتجاه واي و اخر حاجه ايه لو انا عايز اعرض ده كده ايه ام اكس وام ايه واي. طيب لو انا عايز اعرض بقى البريشر اللي على السويل الستريسز اللي هتيجي على السويل هتلاقي في عندك حاجه هنا ظهر الجديد اسمها ايه تحت الجوينت على طول في حاجه اسمها السويل بريشر ده يوديك الاستريسات اللي جايه من الحمل على السويل. طب الاستريسات دي هنقول له ايه سويل بريشر وتروح تقول له ابلاي راح ملونها لك ومظهر لك شكل الاستريس ده كده الفورس او الاستريس اللي معمول على السويل اللي انت بتشيك عليه في السويل. المفروض تتاكد ان الرقم ده اكبر من البيرنج كاباستي ولا اقل من البيرنج ايه كاباستي عشان تبقى سيف ولا انسيف. طيب ممكن تلاقيني في المساله بقى عندي الرينج اللي انا عايز اشوفه ده عايز اشوف الرينج ما بين مثلا ايه عايز اشوف الكونتاكت بريشر او السويل بريشر في رينج ما بين 0.2 كيلو جرام ل 1.5 كيلو جرام على السنتي. طيب الكيلو جرام على السنتي ده لو حبينا نقلبه طن هتضرب في 10 يعني عايز اشوف ما بين 8 كيلو جرام طن على المتر المربع ل 15 طن على المتر المربع. فهقول له ايه يوزر ديفاين وهقول له من 8 ل 15 بس خلي بالك ايه احنا بنتكلم بريشر كومبريشن يعني الاستريس اللي هنشوفها دي كومبريشن. احط الاشارات ايه بالسالب يبقى من سالب 15 المينيمم بتاعنا ليه سالب 8. ليه حطيت السالب؟ لان ده الاحمال دي بتعمل كومبريشن على السويل يبقى الاستريس اللي انا بدور عليها لازم تكون ايه الاستريس السالبه حتى لو انا ما كنتش في المساله انها سالبه انت عارف انها لازم تبقى ايه السالب. تقول له ابلاي راح عرض لك الرينج اللي احنا ايه طلبناه. طبعا لو انا حبيت مثلا اوريك رينج اعلى مثلا اشوف اللي اعلى من 1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع اللي هو يعني اعلى من 1 من 10 طن في المتر المربع واقول له ابلاي راح ايه البنفسجي ده كله اقل الملون ده هو الايه الفاليو الاعلى فتعرف الحته اللي فيها ستريسز ايه تنصيف يعني دي حاجه. طب لو انا قلت لك مثلا عايز اعرف الرفت دي فيها جزء انصيف ولا لا زي قلت لك ان البيرنج كاباستي بتاعت السويل 1.2 من 10 طن لكل ايه متر. طب انت جاي هنا عامل ايه تقول والله المينيمم بتاعي 1.2 من 10 ده البيرنج كاباستي واشوف في اي حاجه اكبر من البيرنج كاباستي ولا لا زي مثلا قلت 15 او اي رقم اعلى يعني واقول له ابلاي سوري من 1.2 طن اللي هي 1.2 كيلو جرام اللي هي 12 طن يعني كل الجزء السيف كل ده اقل من 12 طن على المتر المربع اللي هي البيرنج كاباستي بتاعي بينما الحته الملونه دي هي اللي اعلى من ايه من الالاو بالستريس بتاعي. ففي الحاله دي قال ايه هي دي حته ملونه هي دي الحته اللي انصيف في المساله بتاعتي او في الرف بتاعتي تمام كده. حد عنده مشكله؟ ده كده موضوع الرفت. اخر حاجه كنت عايز اقولها اللي انا قلت لكم فكروني بمناسبه الكويز يعني لو ده فريم وانا جيت عملت عليه اند لينس اوف سيت اللي احنا شرحناها قبل كده عادي خالص اهو زي ما احنا شرحناها ابلاي محدش له علاقه باللي انا عملته دلوقتي ده بس انا ايه عملته عشان ايه تكبر بس عشان تبقى واضحه اللي هعمله. وعملنا رن وجينا عرضنا المومنت من بره هنا
ويخلي سكيل فاكتور اوتوماتيك. بص المومنت اتعرض ازاي، عرض لك المومنت مش مسافه اللي هي الحته الريجيد، ورسم شكل المومنت ايه بتاعك. لو انت ضغطت كليك اليمين وجيت تاخد المومنت هتلاقيه بيعرضه لك لغايه الحته اللي جوه دي اللي هي الحته اللي مالهاش لازمه. دايما لما انا عامل اندلنس اوفست انا عايز المومنت على وش ايه العمود، فعشان تعرف تجيبه لو انت عامل كليك اليمين اضغط على اي اند او جي اند دي، لما تضغط على اي اند هو هيجيب لك اوتوماتيك عند الحته اللي ايه على وش الريجيد ارم هنا وكاتب لك مساحتها ايه، وجي اند اللي هي الناحيه الثانيه اللي هي كانك واقف هنا. ده بس عشان ايه الناس لو هي بتطلع نتائج في موضوع نمبرز ماتك او انت عامل اندلنس اوفست، انا عايز الفاليو اللي على وش العمود هنا، فتعرف تجيبه من الرسمه الكبيره، او لو عايز تجيبه من كليك اليمين تضغط كليك اليمين وتجيبه فين؟ تقوم ضغط على الزرار ده يجيب لك الاند الاولانيه، تضغط على الزرار ده يجيب لك الاند اللي ايه؟ اللي في الاخر، يبقى لك هو لوحده ايه؟ على طول، او كان ممكن تدخل الديستنس انت بايه؟ بايدك، بس خلي بالك لو خدت القيمه على طول هو بيقيسها من اول ايه؟ الاتش هنا. طيب ده كده المحتوى اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. انا هسمع لو حد عنده اسئله بقى على الموبايل عشان هم ايه؟ هيطردوني دلوقتي. معايا يا جماعه؟ دكتور دكتور سؤال بس، هو دلوقتي السواق كان فيه ليند مثلا يفرق على التول لانش اما تدخله؟ الاند لانش اوفست بيتخصم من التول اللي بيحسبه اللانش الاول. ايه بقى؟ يعني لو ما فيهاش اند لانش اوفست او ريجيد زون يعني بدخلها التول اللي هو اللانش اللي مديهولي زائد نص عرض العمود؟ بالظبط كده. اه تمام ماشي. هو حضرتك ممكن تقولها لي صريحة؟ هي اللي هي الاندل اللي هي اللي في ريجيد زون او مفيش؟ انا هقول لك بشكل واضح، هقول لك بكام، هقول لك في ريجيد زون وهقول لك كمان الفاكتور بتاعها كام. دكتور يعني في مثلا لو بصفر فانا هخش ادخلها بصفر وهي كده هتفرق ايه؟ ما هي بصفر هتفرق. ما بص ما تعمل اندلنس اوفست وتقول له الفاليو بتاعه صفر بيسهل لك انك تعرض النتائج صح، بس برضه الهنش هياخده بنفس القيمه اللي هي من وش العمود، مش هجمع عليه النص من جوه. هياخد قطاع العمود عادي. تمام تمام. ولك هيخصمه من ال يعني هيخصم الاند لانش اوفست حتى لو هي صفر، وبعدين يرسم لك الهنش. بس انا كل اللي هعمله ان انا ادخل الهنش بنفس القيمه اللي هي من وش العمود بس. في الحاله دي هتدخلها من وش العمود. طالما فعلت الاوبشن ده يبقى هتدخلها من وش العمود اللي هو الطول اللي باقي من وش العمود، الطول الصافي. بس تاخدها في النقطه دي يعني. وفايدته حتى لو انت مدخل صفر لما تيجي تعرض المومنت انت دايما بيهمك المومنت على وش العمود. تمام. ده يديك المومنت على وش العمود على طول بدل ما تقعد تحسبه انت ايدك. لو ما فعلتش بقى الاند لينس اوفست ادخلها ثلاثه مثلا الطول زائد نص عرض العمود. بالظبط كده. انا دكتور في الهنش ده ساعات كنا بننقل المحور بتاعه نخليه يعني فوق، ده احنا مش هنعمله في الكيس صح؟ الانترشن بوينت لا مش هتعملها، وحتى لو هتعملها مش هيأثر اي حاجه. بص احنا اتفقنا الانترشن بوينت لو هتستعملها ما تفعلش الاوبشن اللي بيخليها تشتغل اللي هي علامه الصح اللي بنحطها دي، هي بتبقى شكل بس اصلا. تبقى شكل بس، وبالتالي مش هتشتغل اي حاجه في الاناليسيس الكلام ده. انا في الموديل عادي خالص، انت عايز مثلا شكل تحطه على الريبورت تحطه في الغلاف في سنه وبتاع استعملها اخرها كده، لكن ما تاخدش منها نتائج لان النتائج مش مظبوطه. تمام. يمكن في المستقبل يظبطوها. تمام. والمومنت اللي انت تطلبه في الكويز هيبقى اللي هو اللي عند الريجيد زون، هو ده اللي انت تطلبه. المومنت على وش العمود. تمام. يعني انا بسالك انا عايز المومنت على وش العمود، مش على وش العمود اللي هو فين اللي في اخر الاند لينس اوفست. تمام. بس انا بس لاحظت ان في ناس منكم لما هتخش تضغط كليك اليمين على الممبر بيجيب لها المومنت من اول السب من اول العمود نفسه من اول نقطه في الفريم نفسه اللي انت رسمه، فهيقوم واخدها هي ويقول لك المومنت مش موجود. فبقول له باكد لك بس ايه اخلي بالك لما تعمل كده هو بيبقى عرضه من الحته الريجل عرضه جوه الريجل، انت مش عايز المومنت، عايز المومنت على وش العمود. تعرف تجيبها بالمربعين اللي هم فوق وتحت دول اللي هو يوريك الاند اي والاند جي، او تعرف ايه اسمه ده، او تجيبها من الرسمة اللي بره على طول. تمام دكتور. معلش اخر سؤال.
بالنسبة للانسيرشن بوينت بس، يعني حضرتك سواء ذكرته او ما ذكرتش، انا كده كده هاخد الابعاد بتاعتي من السنتر، من السنتر على طول، سواء كاميرا بقى او عمود. بالظبط بعد كده، وبعد كده اعمل علامة الصح اللي هي تحت دي لو حضرتك عاوزها، او مش عاوزها خلاص مش هعملها خالص. بالظبط كده. تمام. دكتور بعد اذنك. نعم. انا كان عندي مشكلة في شيت واحد، كنت برفع شيت اتنين، فبالصدفة ببص على شيت واحد كده لقيته اصلا ما اترفعش. كنت رافعه تبع الجامعة. بعت لحضرتك ميل وعملت سكرين للبي دي اف بتاعي، كان وقته امتى وكده، فحلو ايه؟ هبص على اللي انت بتقول عليه ده، بس انت يعني لما تنزل الدرجات، يعني انا ما شفتش الميل او حاجه، براجع معاك في كده بقى لما درجات تاني. يعني لما الدرجه، معلش النت كان بيقطع، معلش ممكن حضرتك تقول تاني؟ لما الدرجه بتاعت الشيت تنزل معايا. تمام. بص لو لقيت نفسك واخد صفر مثلا او حاجه، برجع اتصل تواصل معايا تاني. طيب تمام يا دكتور، شكرا. يا دكتور بقى اللي ما كانش يقدم الترا للجزء الاولاني، او ما كانش يعرف المفروض هو يقدم اصلا، يعني ايه ما قضاش معاه في الجزء الاولاني او ما كانش يعرف؟ انا كان عندي كورونا وما كنتش بقطع خالص. طيب لو عندك كورونا زي ما انت بتقول كده، يبقى ابعت لي ورقه بيقول ان انت عندك كورونا، ما ابعتش الورق اللي كان بيقول ان انت عيان وقتها، وخش الامتحان تاني. بعت لحضرتك ورقه على الايميل بتاعك على الاوتلوك وعلى الجيميل، ومعاك كمان الشيت الاولاني. يعني كنت كلمت حضرتك قلت لي ابعت لي الشيت الاولاني وابعت معاه ورقه. ابعتها. طيب خلاص، يبقى انت انت دخلت على اللي هو انا كنت عامل حاجه زي بقى الشيت كده ترفعه فيها الناس اللي عندها مشكله دي، كتبت فيها حاجه ولا ما كتبتش؟ لا ما كتبتش برضه، ما لحد لسه عارف من حضرتك دلوقتي. طيب يبقى في الحاله دي ابعت لي ميل كده تاني النهارده مثلا، وانا هبص عليه ومفيش مشكله، خش الامتحان. انت عارف هبعت لحضرتك الصوره اللي انا جايبها من القص، صوره الورقه. تمام مفيش مشكله. تمام. طب هبعت لحضرتك الشيت تاني معاه ولا خلاص؟ ماشي، ضيف الشيت، ولما درجت لما درجه الشيت تنزل يبقى راجع معايا ان درجتك اترفضت. تمام ماشي. حد عنده اي حاجه تاني؟ في اي اسئله اخرى؟ شكرا جدا يا دكتور. يلا.